مشاهدينا الكرام في كل مكان، مساء الخير واهلا بحضراتكم، بلتقي بكم في لقائنا المتجدد يوميا في هنا ماسبيرو. النهارده الحقيقه هنتكلم عن موضوع مهم جدا جدا، وياما اتكلمنا فيه سنوات وسنوات، ملف تعمير سيناء، ملف تعمير وتنميه سيناء. الملف ده يمكن نقدر نقول من بعد معاهده السلام من 76 لحد قريبا جدا كان ملف حبيس الأدراج. كتير من الرؤساء والحكومات طلعت في عصور مختلفة متعاقبة وأعلنت عن هذا الملف، وإن احنا هنبدأ خلاص تعمير سيناء، وإن احنا هنعمل نهضة سياحية وصناعية وزراعية ومجتمعات جديدة وتجمعات عمرانية جديدة. ومعروف طبعا إنه ده كله أهم ما فيه إنه مش بس عشان تتسع الرقعة الزراعية والرقعة السكانية، إنما لأنه تعمير سيناء بيعتبر أمن قومي بالدرجة الأولى. احنا ما بنقولش ان احنا نملى سينا بالجيوش، انما عايز تعمرها وتحفظ امن مصر وهذه البوابة اللي على مر التاريخ من ايام الهكسوس، وهي البوابة اللي بيدخل منها كل غازي لمصر وكل عدو لمصر، هي بوابة سيناء، البوابة الشرقية. التعمير في حد ذاته وانه يحصل ربط عن طريق الطرق والبنية التحتية والمشاريع والمجتمعات والخدمات بين سيناء وبقية أرض مصر، ده طبعا أهم حاجة، لأنه ده اللي بيضمن الحفاظ على الأمن القومي المصري. هذا الملف تم فتحه الحقيقة في عهد الرئيس عبد الفتاح السيسي، وبدأت الانطلاقة في خلال سنوات معدودة في كافة المناحي اللي هنستعرضها النهاردة مع ضيفنا اللي مشرفنا الخبير الاقتصادي دكتور هاني أبو الفتوح. الخبير الاقتصادي أهلا بك. أهلا بحضرتك. في البداية زي ما قلت لحضرتك، أنا حابب أن أنا يعني أبدأ مش بداية اقتصادية، إنما أبدأ بداية أمنية وسياسية. احنا بنقول ان احنا بنحارب الإرهاب، ومصر من اكبر الدول في العالم اللي بتتصدى وبتحارب الإرهاب، سواء في شمال سيناء او في وسط سيناء او سواء الناحية التانية ناحية الصحراء الغربية وحدودنا مع ليبيا، مطامع خارجية كثيرة. فبالتالي كان ملف تعمير وتنمية سيناء ضرورة ملحة لأمن مصر وحفاظ على أمنها القومي. بتشوف ده ازاي؟ هو الحقيقة ده ملف مهم جدا، وجاي في أجواء الاحتفالات بذكرى انتصار أكتوبر. دايما بيبقى فيه زخم لموضوع سيناء وتنمية سيناء، ودايما احنا كمصريين سيناء لها موقع في قلوبنا، ودايما الشعار بنقول دايما ان سيناء في القلب. سيناء الحقيقة كما ذكرت حضرتك في عصور سابقة أهملت لسنوات طويلة جدا، ولم يحدث فيها أي تنمية على الإطلاق، وده من أحد الأسباب اللي هو خلى سيناء تكون إلى حد ما مركز لعمليات يعني إرهابية. إنما التنمية لو كانت تم تنمية سيناء، هو التنمية هو السلاح الأكبر لمحاربة الإرهاب. سيناء الحقيقة هي بتشغل جزء كبير كمساحة جغرافية من مصر، وهي مليئة بالثروات، فهي أرض بكر وفيها ثروات طبيعية وفيها عناصر جذب سياحي، وأيضا غنية بالموارد التي لم تستغل إلى الآن. هذا الملف تم فتحه منذ سنوات قليلة، يعني يمكن من عام 2014 إلى الآن، 6 سنوات مليئة بالإنجازات، 6 سنوات تم إحداث تنمية في سيناء لم تشهدها من قبل، وده هو الصمام الأمن والأمان لمصر، فهي البوابة الشرقية لمصر اللي هي هتضمن أمن مصر، واللي هي جزء لا ينفصل عن مصر، والمواطن في سيناء هو يشعر الآن بنفس الشعور اللي بيشعره أي مواطن آخر في أنه بيتلقى الاهتمام ويتمتع بالامتيازات التي توفرها الدولة لأي مواطن يعيش على ربوع مصر. ملف التنمية ملف مهم جدا، وهناك الكثير والكثير في هذا الملف في المستقبل، ومجال التنمية واسع. إلى الآن في 6 سنوات يمكن تم إنفاق نحو 600 مليار جنيه على مشاريع بالزبط تنمية، وهناك مختلفة أيضا في مختلف المناحي الحقيقة. تمام. طيب دكتور هاني، لو حبيت أبدأ مع حضرتك بقى في ملف التنمية ومراحل تنفيذه، نبدأ بالتسلسل كده، أنه أهم حاجة لما بتيجي تنمي أي أرض أنك بتربطها بالحضر بالدولة الأم. عملية شبكات الطرق والإنفراستراكشر اللي حصلت والأنفاق
الافاق اللي بتربط ما بين سيناء وما بين جنوب بورسعيد وشمال السويس، وهذه الشبكه الفظيعه من الطرق والكوبري المعلق الكبير وشبكه الكباري. يعني زمان كنا بنمر من نفق احمد حمدي فقط عشان نوصل سيناء، النهارده بقى في كم من الانفاق والطرق والكباري مهول. اهميه ده كنقطه بدايه لما الدوله تنبهت له كنقطه بدايه للربط، ومردوده الاقتصادي ايه بقى؟ يعني لما بتمد شبكات طرق كمان لها مردود اقتصادي في حركه التجاره، احب اعرفه من حضرتك. لا يمكن ان تكون هناك تنميه بدون ان تكون هناك شبكه من الطرق تربط المكان هذا الاقليم بباقي الجمهوريه، وهذه الشبكه تقود إلى أو تربط بالموانئ وبالمدن الأخرى، لأن لو عندي زراعة أو صناعة أو حتى سياحة فلابد أن تكون هناك شبكة آمنة وكفء للنقل. كما ذكرت حضرتك يمكن زمان كان فيه هو النفق واحد بس اللي هو نفق أحمد حلمي، احنا بنتكلم دلوقتي على شبكة طرق حوالي تم تنفيذ 24 طريق بأطوال 1922 كيلو. في عندي أربع أنفاق تم تنفيذها تحت قناة السويس اللي هي بتربط سيناء بمدن القناة، وأيضا تم رفع كفاءة ست أنفاق أخرى. أنا بربط سيناء دلوقتي ببقية الجمهورية وبمدن القناة، لأن هي دي اللي هتعمل حركة الاتصال سواء في التجارة والصناعة والتجارة الداخلية والسياحة، لأن هو ده أول شريان من شريان التنمية، هو وجود شبكة قوية، شبكة كفء على أحدث المواصفات العالمية التي تربط هذا الإقليم مع باقي أقليم الجمهورية. تمام تمام. طيب يعني إذن إنه شبكة الطرق والكباري والأنفاق دي ضرورة ملحة جدا لبداية انطلاقة التنمية، لابد. هنتكلم دلوقتي بيض أيضا عن المدن الجديدة في سيناء، مدينة سلام ومدينة بير العبد الجديدة. أهمية إضافة هذه المدن إلى جانب التجمعات كمان اللي هي البدوية اللي بيتم تكوينها النهاردة لخلق بيئة زراعية، لنلقي الضوء على التوسعة العمرانية في سيناء. هو حقيقة سيناء لها طبيعة خاصة. يعني أخوانا وأشقائنا اللي عايشين في سيناء لهم ترفهم ولهم خصوصياتهم، فكان عندما يعني تريد الدولة أن تحدث تنمية وأن تبني مدن جديدة لابد أن تراعي البعد الاجتماعي والبعد التراثي الخاص أو خصوصية أهل سيناء. وكما تفضلت حضرتك هو في مدينتين حاليا بيتم بنائهم اللي هو مدينة سلام الجديدة ومدينة بئر العبد، وعدد الوحدات السكنية يمكن اللي تمت خلال الفترة اللي فاتت يمكن بيتجاوز 80,000 وحدة سكنية، إلى جانب مجمعات بدوية روع فيها خصوصية أهل سيناء لأن هم لهم طبيعة خاصة في طريقة لأنه فعلا في المعلومات في مجموعة من المباني السكنية العادية كشقق، وفي مجموعة من البيوت البدوية تم إنشائها عشان تناسب المكان وتناسب السكان في المكان، لأنهم في منهم بيشتغلوا في الرعي وفي الزراعة، فلابد يعني لما يكون عنده جزء للرعي ثروة حيوانية لابد أن يعيش في بيئة تسمح له أنه هو يتعامل مع الثروة الحيوانية أو اللي هو لديه بطريقة هو اعتاد هو وأباؤه وأجداده عليها، فما ينفعش أن أنا أسكنه في عمارات أو وحدات سكنية يعني لا تناسب طبيعة المعيشة. وبنفس الوقت طبعا لما بخلق بيئة تجمعات زراعية أنا هنا بأعيد سيناء مرة أخرى أنها تبقى سلة غذاء العالم زي ما كانت منذ أيام الفراعنة الحقيقة يعني. وده الحقيقة أنا يمكن يعني أثني على يمكن النقطة اللي حضرتك ذكرتها، لأن دي هتقود إلى نقطة تانية مهمة، إن هي إن إقليم سيناء ده يعني هننقله مية النيل
علشان يكون هو سلة الزراعة لبقية أقاليم مصر، وده اللي فعلا مصر بدأت تحققه فعلا، وإنها بدأت مشاريع جبارة، مشاريع كبيرة في مياه الشرب وإعادة تدوير المياه، ويمكن محطة معالجة مياه اللي هو مصرف المحمسة هو ده يمكن الدليل القوي على إن موضوع المياه ده يعني ملف كبير جدا في تنمية سيناء وبيأخذ حقه في الاهتمام. إلى جانب محطات التحلية المختلفة بقى اللي موجودة دلوقتي اللي مزمع إنشائها، محطة المحمسة دي حسب ما قرينا إن هي الأكبر على مستوى العالم بالتحديد، تم الإشادة بيها، وبالفعل تم الإشادة بيها في مجلة أمريكية خاصة بالمشاريع المحلية. يمكن في على قائمة 30 مشروع ذكرتهم المجلة أتى يأتي مصرف المحمسة على رأس هذه القائمة باعتباره من أكبر المشاريع في هذا المجال. شيء رائع. دكتور هاني اسمح لي، هنخرج لفاصل وتقرير سريع ونعود بعديه. التقرير بيتكلم عن مدى استيعاب رجل الشارع المصري والمواطن المصري بجهود الدولة وجهود الحكومة لتعمير وتنمية سيناء. هنشوف التقرير ونرجع نكمل حوارنا مع حضرتك. تفضل. رجعنا مع حضراتكم مرة أخرى مشاهدينا ومع ضيفنا العزيز دكتور هاني أبو الفتوح. دكتور هاني، يعني بناء على ما جاءك أيضا في التقرير عايزين نتكلم عن نقطة مهمة قوي. تكلمنا عن تنمية الزراعة في سيناء وعودة المجتمعات الزراعية، احنا محتاجين رقعة أرض كبيرة تستصلح في مصر عشان اللي فقدناه الحقيقة من تجريف الأرض والبناء عليها وما إلى ذلك. عايزين نتكلم بقى عن الناحية اللي هو المردود الاقتصادي لإنشاء مشروعات صناعية واستثمارية في سيناء. يعني حتى لما حصل تنمية من سنوات كانت منطقة الجنوب بس شرم الشيخ دي كانت تنمية سياحية، الشمال العريش وبرضو لم تنجح قوي أن تنمى سياحيا حتى الآن بالمستوى المطلوب. وسط سيناء بقى المليء بالمعادن والخيرات والرمال الزجاجية وما إلى ذلك، يعني بتشوف من خلال خطة التنمية اللي قصاد حضرتك كيف تم حتى الآن الاستفادة منها؟ هو ملف التنمية الصناعية مهم جدا، لأن كما ذكرت حضرتك أن التنمية ليست فقط في مجال واحد أو مجالين سواء كان السياحة أو الزراعة، إنما التنمية الصناعية هامة جدا، لأن سيناء تزخر بالموارد الطبيعية الغير مستغلة. يمكن في المشاريع اللي تم عملها في الفترة الماضية تم افتتاح نحو 5 مدن صناعية جديدة في بئر العبد والعريش والقنطرة، وأيضا تم عمل مشاريع صناعية على سبيل المثال في مصنع لتصنيع وتعبئة الأسماك بطاقة إنتاجية 2500 طن سنويا، وبرضو في مصنع أسمنت بطاقة إنتاجية 7 ملايين طن سنويا. دي أحد يعني نموذج من الصناعات أو المشاريع اللي تم عملها في سيناء، ومخطط أيضا أن يتم استغلال هذه المدن الصناعية في صناعات أخرى، ومنها صناعات بتعتمد على الموارد اللي هي موجودة في سيناء نفسها. فالملف مهم جدا، وده بيتكامل مع الخطة الاستراتيجية وملف 2030 هو إحداث التنمية في جميع المناحي الصناعية الزراعية أو في مجال السياحة أو غيرها من المجالات، حتى تساهم في تحقيق أهداف التنمية اللي الدولة بتسعى إلى تحقيقها. هل بتشوف حضرتك اللي ده بدأ بالفعل يتحقق كما كان يأمله من سنوات؟ كان كثير من الاقتصاديين زي حضرتك والمفكرين السياسيين كانوا دايما بيقولوا إنه منطقة وسط سيناء حتى خالية من السكان، قبائل بسيطة موجودة فيها، لابد من تعميرها بمدن صناعية تكون بتاع تعتمد على الثروات الموجودة في ذات المكان، بدل ما بناخد المنتج اللي بنطلعه بنستخرجه وبنصدره خام، لا احنا عايزين مصانع تصنعه ويصدر مصنع فنكسب اكتر فيعود على الاقتصاد والناتج القومي. هو الدولة مهتمة بهذا الموضوع، ويمكن من عناصر الاهتمام أو اللي الدولة بترعاها حاليا هو تأهيل العنصر البشري اللي هو اللي هيقود التنمية في سيناء، وده بالفعل الدولة اهتمت بعمل معاهد تكنولوجية
في سيناء, وفي أيضا جامع في جامعة في سيناء خاصة أو لها ثلاث أفرع في أنحاء سيناء, وبتهتم هذه الجامعة بأن تكون محور الدراسات والتخصصات تتعلق بإقليم سيناء, سواء ده يكون فيها التخصصات اللي هي تخدم هذا اللازمة. الإقليم دي غير جامعة الملك سلمان؟ لا, هي جامعة الملك سلمان, هي جامعة الملك سلمان, لأنه في برضو مجموعة من المعاهد والمراكز البحثية المتخصصة منتشرة دلوقتي, تم إنشائها كمان في مناطق مختلفة بخلاف طبعا المشروع العملاق بتاع جامعة الملك سلمان بكل تخصصاته. في هنا نهضة تعليمية في سيناء حصلة على مستوى المدارس أيضا بمختلف المراحل, يعني الحقيقة في اهتمام وعدد كم كبير من الإنشاءات التعليمية في سيناء. الاهتمام بالتعليم النهاردة, هل نقدر نقول إن ده من فوائد فيروس كورونا وجائحة كورونا, إنه بقى الاهتمام بالتعليم والبحث العلمي هو اللي بياخد الصدارة بعد ما كان العالم تائه في الاهتمام بالسلع الاستهلاكية والفنون وما إلى ذلك من مواد الترفيه؟ هو يعني من الاهتمام حسينا بقيمة العلم. لا, هو يمكن أضيف طبعا لما ذكرته حضرتك, هو الاهتمام بأداء أو أسلوب توصيل المادة العلمية. أيوة. البلاتفورمز أو المنصات. أيوة. يعني كان يعني دائما العالم كله كان في أغلبه بيعتمد على الدراسات التقليدية, سواء في مرحلة الجامعية أو في مرحلة ما قبل الجامعة, إنما مع حدوث جائحة كورونا ومتطلبات التباعد الاجتماعي لجأت كثيرا من الدول ومنها مصر أيضا إلى استخدام المنصات الإلكترونية للتعليم وعقد الامتحانات والاختبارات بأساليب مختلفة. فده يمكن أحد الفوائد كما ذكرت حضرتك, فوائد جائحة كورونا إنها سلطت الاهتمام أكثر على التطوير واستخدام المنصات الإلكترونية والتحول الرقمي في أداء الخدمات على نطاق واسع. ده هيشجع أكثر من الخطوات اللي خطتها مصر في نحو الرحمنة ورحم الحوكمة, إنه خلاص إن دي بقت زي ما بنقول ماست, يعني شيء ضروري مش اختياري بقى, إن خلاص إن المجتمع تعاملاته نفسها تتغير بالتحديد. ده اللي بدأنا فعلا المواطن العادي بدأ يحسه أكتر في فترة كورونا, إنه هو في كثير من الخدمات اللي هو اعتاد إنه هو يحصل عليها باللجوء إلى مكان أداء الخدمة, إنه أصبح يتلقى هذه الخدمة من خلال منصات إلكترونية وبأساليب مختلفة, حتى يعني يمكن الأبليكيشنز أو تطبيقات الهاتف المحمول ساعدت في أداء هذه الخدمات بكل يسر, وده كمان أصبح كمان دافع أكتر لمؤسسات الدولة والمؤسسات الخاصة بالزبط. اللي بتتعامل مع الجمهور إنها تطور أو تطور من أساليب التعامل وأداء الخدمة باستخدام التقنيات الحديثة والتطبيقات التي تعتمد على المنصات الإلكترونية أو التطبيقات الإلكترونية على الهاتف المحمول. ده ممكن يعمل تطور أكتر في 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 في, في النهضة الاقتصادية اللي بننشدها, يعني إنه الناس دلوقتي مش بس بتدرس أونلاين, ده كمان بتشتغل أونلاين. هل ده ممكن يعمل مزيد من التقارب والسرعة في عملية التجارة الداخلية بين حد في محافظات بعيدة هنا في مصر وبين مناطق في سيناء؟ هيعمل ربط أسرع, إن ممكن تبقى فيه حتى مشاريع مشتركة أونلاين, زيادة كفاءة التشغيل. أيوه, يعني أختصرها في هذا بالزبط, زيادة كفاءة التشغيل وأداء الخدمة بكل راحة ويسر للمواطن. للمواطن وبطريقة آمنة أيضا. تمام. طيب اتكلمنا عن التعليم, اتكلمنا عن الزراعة, اتكلمنا عن المشروعات الصناعية, باقي بقى شق مهم جدا برضو في اهتمام به جدا, وهو الناحية الصحية. الناحية الصحية يعني في نهضة كبيرة في إنشاء المستشفيات المختلفة, حوالي 15 مستشفى غير الوحدات الصحية, غير التطوير لتسع مستشفيات قد قائمة بالفعل, جاري العمل في الباقي. النهضة الصحية وأهميتها لأهالي سيناء ولكل من سيستجد, كل من سيهاجر من الداخل إلى الداخل عشان بظروف شغله أنه هيشتغل في المشاريع الجديدة لأي هناك. ملف الصحة من الملفات المهمة جدا اللي القيادة السياسية أولت اهتمام كبير ليها, ونتكلمنا عن سيناء على وجه الخصوص, في يقدر ب 435 ألف مواطن
في سيناء تم شمولهم في مبادرة 100 مليون صحة. إلى جانب طبعا الاهتمام بتطوير المنشآت الصحية والوحدات العلاجية، وكما ذكرت يمكن في 13 مستشفى تم إنشاؤهم في الفترة الماضية، وجاري أيضا زيادة كفاءة باقي المستشفيات والوحدات العلاجية لأهل سيناء. طيب دكتور هادي، احنا قدامنا دقيقة، أنا عايز أعرف من حضرتك مع كل أوجه النهضة ومجالات النهضة والمليارات المهولة اللي بتصرف على سيناء الحقيقة لإعادة إعمارها وتنميتها وربطها بمصر وتبقى مساهمة ومشاركة بفاعلية الحقيقة في تنشيط حركة الاقتصاد اللي احنا بنعيشها هذا الزمن، بتشوف حضرتك أنه بعد قد إيه ممكن نبتدي نجني ثمار كل هذا العمل؟ يعني بتشوف مثلا بعد سنة سنتين بعد كورونا ممكن يبقى شكل سيناء إيه وشكل مصر إيه؟ هو بشوف ان في الوقت الحالي في بعض الثمار تم يعني تم شعور المواطن العادي بها في سيناء. اللي بينتقل اللي بيذهب لسيناء، الطرق الجديده اللي هي ربطت ما بين القاهره وشرم الشيخ، القاهره وسيناء، الانفاق، كل هذه الاشياء محسوسه، ما هي دي استثمارات تم ضخها وبدأنا بالفعل نحس بها. الشق الثاني من السؤال، متى يشعر المواطن بثمار باقي الاستثمارات الهائلة؟ هذه عملية يعني نسبية، ويشعر بها المواطن وفقا لاحتياجاته لاستلام يعني احتياجاته من او توجهاته في الحصول على المنتجات او الخدمات او فرص العمل. أو فرص العمل كلما افتتح مصنع، كلما افتتح مشروع، كلما ادى ذلك الى خلق وظائف. وهنا هيحس المواطن السيناوي ان في تنميه، في وظائف، في حركة تجارة على الأرض. فهو ده الشعور اللي بينتظره المواطن. إنما باقي الإحساس بهل 600 مليار التي تم ضخها في سيناء سوف يتم الشعور بها كاملة بعد سنة أو سنتين، ده يعني بنعتبره شيء مستمر. الشعور ده شيء مستمر، يوما بعد يوم يزداد الشعور بهذه الاستثمارات. تمام دكتور هادي ابو الفتوح الخبير الاقتصادي، انا بشكر حضرتك جدا، شرفتنا ونورتنا النهارده وسعيد بلقائك، واشكر كل المشاهدين على حسن المتابعه، ونلقاكم غدا في لقاء جديد في هنا ماسبيرو. شكرا، الى اللقاء.